السلام عليكم. من فترة كنت أسولف مع أحد الأصدقاء على موضوع، المهم قعدت أشوفه كذا مشغول بشغلة، أقول إيش عندك؟ يقول هذه الشغلة تعبتني وتاخذ وقت وكذا. المهم قعدت أشوف، قلت له أنت يا أخي الطريقة اللي أنت قاعد تسويها معقدها على نفسك، في طريقة أسرع، سو كيت وكيت وكيت. كانت شغلة إيميل وفلترات وشغلات ثانية. فقال لا يا شيخ ما عندي وقت وكذا وهذا. فقلت له شغلة مهمة، قلت له أنت الآن الوقت اللي يروح عليك بالسالفة ذي، لو بس جلست يمكن ربع ساعة يمكن أو ساعة بالكثير، بتعرف الطريقة ذي وبتسهل عليك وبتوفر عليك ساعات وساعات وساعات. نفس الشيء تمر علي مرات شغلات تاخذ وقت، لكن أشوف أحصل طرق أو أشوف غيري عنده طريقة أسرع وأسهل، بس يبغالي شوي أستثمر وقت أني أعرف الطريقة ذي شلون علشان توفر علي وقت. بعدين أذكر واحدة من الشغلات اللي تكلم فيها ستيفن كوفي في كتابه عن السيفن هابتس أو العادات السابع، عن فكرة sharpening the saw المنشار لما تسنه أو تبري أو مش تبري يعني تحدى، يعني فاهمين قصدي، يعني مثل السكين اللي راح الحد حقها فتصنفرها whatever. فهمتوا قصدي؟ خلنا نترك موضوع المنشار ونبسطها شوي. تخيل ان انت عندك قلم، طيب قلم بنسل وقاعد تكتب فيه، او قلم حبر، خلها في قلب قلم بنسل، قلم بنسل تكتب فيه. المهم بعد اسبوع كذا شو يحتاج القلم؟ تحتاج تبريه. طيب فتخيل لو انت ما بريته تقدر حتى تستخدمه؟ وكمل الوقت بياخذك، واصلا الشغل اللي بتكتبه بيصير كويس ولا لا؟ عليكم السالفه. انا اسميها delayed productivity او تاجيل الانتاجيه. يعني عندك مثلا طريقه لو انت بس استثمرت فيها وقت بسيط ممكن انك تحسن من ادائك كثير وتوفر وقت وجهد، وممكن يصير شغلك مضاعف. فاليوم في ادوات كثيره، سواء تطبيقات ولا تكنولوجيا وغيرها، اللي تسهل لك العملية وتسرع لك الشغلة وتوفر عليك وقت وطاقة وجهد إلى آخره. حتى التعليم والتدريب كلها تعتبر من الطرق اللي الواحد يقدر يحسن أدائه. فالفكرة كم منا، وأنا منكم يعني، اللي في أشياء كثيرة إحنا مأجلينها وتاخذ منه وقت، لكن أبتعلم الشغلة دي لكن أنا جالس أأجلها لأن ما عندي وقت، وأنا أصلا لو استثمرت هالوقت هذا كان وفرت أوقات كثيرة بعدها. فحنا نستخسر في هالساعة دي اللي بستثمر فيها علشان أتعلم الشغلة دي كيف، بمقابل أني يضوع مني ساعات كثيرة وأنا أصلا هي رايحة. أعطيكم مثال بسيط. في الجوال استخدم شيء اسمه text replacement او اختصارات لاشياء انا اكررها كثير. مثلا الشباب يبون مثلا الساعات المكتبيه حقتي، او مثلا في شغلات انا دائما انشرها وما عندي وقت اقدر اكتبها دائم، فبس احط الكلمه دي يحط لي اياها كامله. هذه فادتني كثير ووفرت علي وقت. فحبيت اسالكم ايش الاشياء اللي استثمرتوا فيها، سواء تطبيق أو برنامج أو كتاب أو أي شيء، ووفرت عليكم وقت واستفدتوا منها كثير وفعلا يعني زادت إنتاجيتكم بسببها. فشاركونا إذا ما عليكم أمر. فنختم السناب، فكر بالأشياء اللي عندك وتاخذ منك وقت وتحس أنك أنت متأكد بعد إن في طريقة أفضل، في طريقة أسرع، في طريقة توفر عليك وقت وجهد وبنتاج مضاعف أو شيء أفضل. استثمر فيها شوية الآن علشان فعلا تسوى عليك بعدين. فأمان الله وموفقين.